التوقيت ده مهم، فكرة كمان يعني التوقيت اللي بيتنفذ فيه المشروع أهميته إيه؟ بيضيف إيه كمان؟ ولأي مدى إحنا كنا محتاجين ده في هذا التوقيت تحديداً يا باشمهندس؟ هو المشروع أهميته في التوقيت اللي إحنا فيه، هو إحنا طبعاً لا يخفى على حضرتك إن إحنا عندنا تحديات في مجال المية، إن مواردنا المائية أقل من احتياجاتنا بكتير، طبعاً يعني إحنا يعني الموارد الموجودة عندنا لا تتعدى 60 مليار متر مكعب في السنة، سواء مياه سطحية بتجينا عن طريق النيل أو مياه أمطار أو سيول أو يعني جزء بسيط من المياه الجوفية، لكن إحنا احتياجاتنا وكافة قطاعات الدولة اللي هي بتستخدم المياه، سواء قطاع الزراعة اللي هو المستخدم الأكتر للمياه اللي بيستخدم أكتر من 80% من الحصة المائية اللي موجودة عندنا، قطاع مياه الشرب والزيادة السكانية اللي إحنا فيها، المشروعات التنموية اللي الدولة فاتحة فيها في كل المجالات، كل دي بتحتاج مياه، مفيش مشروع مفيش تنمية إلا بتحتاج مياه، وبالتالي كان لازم المشروع ده، أنا بقول لحضرتك إحنا عاملين الخطة ديت من 2017 باصين إحنا احتياجاتنا أو استهلاكاتنا المائية لغاية 2037 إحنا محتاجين إيه، وبالتالي بدأنا في المشاريع زي ما بقول لحضرتك، مشروع التأهيل بقى زائد مشروع تحديث أنظمة الري زائد مشاريع أخرى اللي هي بقى ايه تنقيه او معالجه مياه الصرف واعاده استخدامها مره تانية عشان اقدر اوفي العجز بين الموارد وبين الاحتياجات، احنا الاحتياجات بتاعتنا اكتر من 80 مليار واحنا الموارد 60، ففي 20 مليار ده اللي هو غير المياه الافتراضيه اللي احنا ممكن بنستوردها من بره، يعني الاحتياجات الاجمالي الاحتياجات بتاعتنا فوق ال 114 مليار متر مكعب واحنا عندنا 60 مليار، فتخيل حضرتك الفرق ده طبعا، فلازم يبقى في مشاريع تغطي العجز اللي موجود.